السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد خيري وده برنامج الراوي. مجموعة من القصص الغريبة جدا اللي بعتوها حضراتكم وقصص أخرى، يلا بينا نبدأ. القصة دي أصلا بدأت من 2009، كنت وقتها في بداية حياتي، لسه شاب بيكون نفسه بمعنى أصح، وكنت لسه متخرج من كلية آداب وبدور على أي مصدر دخل، بدور على شغل هنا وهناك، وللأمانة ما لقيتش أي وظيفة ليها علاقة بدراستي وقتها، فقعدت أدوحر زي ما بيقولوا علشان ألاقي أي حاجة أشتغلها. وهنا قرر والدي يتدخل ويساعدني بما أني الإبن الوحيد، فما كان منه إلا أنه قال لي أنه هيشتري لي تاكسي، هيجيبه قسط وكل شهر يبقى يسدد تمنه على مهله، ولما أشتغل وقف على رجلي أبقى أكمل أنا الأقساط. فالمهم في الوقت اللي كان فيه والدي بيجمع مقدم التاكسي، كنت انا عمال اكلم كل معارفي يمين وشمال لو حد يعرف يشوف لي شغلانه او يزقني في اي دوله من دول الخليج، لاني برضه ما كنتش مقتنع بموضوع التاكسي ده قوي. فابويا دفع مقدم التاكسي فعلا وجابه، واشتغلت عليه دوب اسبوعين، ولقيت واحد معرفه من اللي كنت مكلمهم على شغل كلمني وقال لي انه لقى لي وظيفه على القد كده، اه ملهاش علاقه بدراستي بس كانت في دوله من دول الخليج. حب قلت له ايه الورق المطلوب، اديته كل حاجه وهو ظبط باقي الورق، وكلمني وتحدد ميعاد السفر وهو كمان كان هيجي معايا، فاصبح فيه معضله كبيره. طب التاكسي اللي لسه جاي ده هنعمل فيه ايه؟ في الاخر توصلت انا وابويا الحل وسط، قلت له بص، بما اننا مش هنعرف نبيعه الفتره دي علشان الورق اللي انت ماضي عليه، خليني اركنه وانا هسافر ولما ارجع نشوف هنعمل فيه ايه. كنت عامل حسابي ساعتها على 3 سنين 4 سنين 5 بالكتير قوي وارجع. وفعلا بابا وافق، بس يعني بطلوع الروح، وكانت المشكلة الوحيدة بالنسبة لنا هي المكان اللي هنركنه فيه، احنا برضو عايزين نحافظ عليه مش نرميه في الشارع كده. فقلت له من الناحية دي ما تشيلش هم، انا كان عندي واحد صاحبي ماسك جراج عمومي، هسيب التاكسي عنده وهو مش هيمانع خالص، فتسهلت اهي. وافق بابا وديت التاكسي ده عند صاحبي في الجراج، وفات اسبوع وسافرت. الدنيا هناك في بدايتها كانت صعبة لكن بعد كده تيسرت نوعا ما، وفاتوا سنتين بس والدنيا قامت ما قعدتش، 2011 والثورة ووقف الحال اللي حصل. وساعتها كان قدامي قرار من اتنين، يا إما أرجع وساعتها هيكون من الصعب الرجوع تاني، يا إما أفضل واستحمل الفترة دي علشان مرجعش لأبويا وأنا إيد ورا وإيد قدام. فبصراحة بعد تفكير عميق وزن من زمايلي في الشغل هنا اللي قالوا لي بلاش تسافر خليك والدنيا هتتصلح إن شاء الله، قررت أسمع كلامهم وأقعد. المهم في وقتها كنت على اتصال دايم بأبويا بطمن عليه وعلى أمي، لأني عرفت إن المنطقة عندنا كانت مولعة، لحد ما في مكالمة بعد فترة كده جه في بالي التاكسي، قلت أكلم صاحبي أسلم عليه وبالمرة أسأله لو يكون جراله حاجة، واللي حسبته لقيته. كلمته قول النهاردة، رد عليا بعد 4 5 أيام. قلت له ما بتردش ليه يا ابني، في حاجة؟ فرد عليا وقال لي انا مش عايز ارد عليك علشان متدربك والمشاكل فوق دماغي بالكوم. قلت له ايه اللي حصل، طب فهمني. قال لي في الايام اللي فاتت لما المظاهرات كانت شغاله في كل حته، حصل ضرب نار في الميدان اللي في وش الجراج، وعربيات كتير اتكسرت، وفي ناس غشيمه محمله الواحد المسؤوليه، ويعني انا كان في ايدي ايه اعمله ما عملتوش يعني. فقلت له يا خالد انا بسالك على التاكسي، جراله حاجه؟ رد على طول وقال لي لا لا التاكسي سليم، بقى سليم هو بس. قلت له بس ايه؟ قال لي وقت المظاهرات الظاهر كان في واحد الناس بتجري وراه ولا هربان ما تعرفش، دخل الجراج وكسر ازاز الكنبه اللي ورا بتاعت التاكسي ودخل استخبى فيه، وهم تقريبا وصلوا له او جابوه، نزلوا فيه ضرب جوه التاكسي لحد ما موتوه. قلت له موتوه من الضرب قصدك؟
قال لي لأ موتوه بجد. وبعدها سحلوه بره التاكسي وترمى جنب الزبالة. الكاميرا اللي عندي في الجراج هي اللي لقطت كل ده. قلت له والتاكسي جراله ايه؟ قال لي بس هي غسلة من جوه مطرح الدم والإزاز اللي ورا يتغير أمره سهل. وقت أنا كنت حاطط إيدي على قلبي وقلت يعني قدر ولطف. أنا أبويا كان لسه بيدفع في الأقساط بتاعته. المهم قفلت معاه قلت له ما يعملش حاجة لحد منزل أجازتي، كده كده الشغل هيدي أجازة للمغتربين بالتدريج علشان الشغل ما يقفش أكيد، ده علشان يشوفوا أهلهم ويطمنوا عليهم بعد الأحداث اللي حصلت دي كلها. فالمهم فات شهر تقريبا ونزلت، والأجازة كانت 20 يوم. المهم نزلت اطمنت على أهلي، ارتحت من السفر، ونزلت يومها بالليل على الجراج بتاع صاحبي علشان أشوف التاكسي. فرحت له سلمت عليه وديته الهدية اللي كنت جايبها له، نظير ركنيتي عنده ببلاش، ورحت أشوف التاكسي. والمنظر كان مقرف يا خيري، دم على الكنبة اللي ورا مخلوط بتراب وطينة محجرة كده ناشفة، والدم من كتر ما هو نشف واتجلط بقى تحسه حجر. فبصيت لصاحبي وقلت له يا ابني انت مش قلت هتغسل المنظر ده؟ قال لي وانت قلت لي سيب كل حاجه زي ما هي. طلع غبي غبي بجد. فقلت له طب هات حد ينظف هنا رشاش ميه ولا حاجه، لاني مش هاخد التاكسي وامشي بيه كده، هي ناقصه مصايب. لو مشيت بيه كده في الطريق بالدم ده جريمه، كاني مرتكب جنايه وماشي اقول للناس تعالوا شهدوا عليا. فالمهم جاب رشاش ميه بموتور فعلا، وجاب عيل من اللي شغالين في الجراج غسل التاكسي، وبعدت جبت ازاز بدل اللي اتكسر. سالت صاحبي محتاجين وصله ندور التاكسي، قال لي لا هو كان بيسخنه كل يومين علشان البطاريه ما تنامش، وكان بيمشي بيه شويه ويرجعه مكانه، واحنا كنا متفقين على كده، بس كنت بساله زياده تاكيد. المهم خلصنا والتاكسي رجع زي ما كان وخد غسله محترمه، واخدته ورجعت بيه على البيت. قعدت مع ابويا بعد العشاء قلت له انا بفكر في حاجه كده بخصوص التاكسي يا حاج، ما نشغل عليه سواق او اتنين سواقين، طرف الصبح وطرف بالليل، وهو يجيب مصروف بدل ركنته. بابا بصلي كده اللي هو يعني انت لسه واخد بالك ان هو مركون؟ وافق طبعا، وقال لي اهي حاجه تسند معاه. وتاني يوم او تقريبا تالت يوم كلمت صاحبي بتاع الجراج وقلت له شوف لي سواق. قال لي ده في كتير قوي عايزين يشتغلوا. قلت له انا عايز سواق او اتنين يشتغلوا الطرفين، طرف الصبح وطرف بالليل. قال لي تمام، وكلم ناس فعلا وجم يومها قبل العصر. اتفقنا، وفي سواق منهم خد الطرف يومها من 3 العصر لحد 12 بالليل، ده كان الميعاد المفروض. بس اللي حصل كان غير الاتفاق خالص. الراجل رجع الساعة 6 تحت البيت، ركن التاكسي تحت البيت، بعت المفاتيح والرخصة مع الأهواجي اللي تحتنا ومشي. اتصل بيه ما يردش. نزلت اطمن لا يكون التاكسي فيه حاجة، سليم مفيش حاجة. طب ايه اللي حصل؟ مش عارف. طلعت البيت وعدى اليوم ده. تاني يوم جه السواق التاني الصبح بدري علشان ياخد التاكسي، مرضتش بقى اقول له على اللي عمله السواق الاولاني، ونزل هو الشغل الصبح، وكان الميعاد بتاعه من 7:30 الصبح لحد الساعه 2:30. المهم فات الوقت ورجع الراجل في ميعاده عادي جدا الساعه 2:30. نزلت اخد منه الرخصه والمفاتيح، لقيت الراجل واقف بره العربيه، الدنيا كانت بتشتي وده واقف بره العربيه. قلت له جرايه يا عم محمود ما تدخل العربيه، الدنيا بتشتي على اخرها، واقف بره ليه كده؟ فلقيته سرحان زي ما يكون مش واخد باله مني. بعد كده لما خد باله ان انا واقف قدامه قال لي بلهجه حاده، بص يا استاذ ادي المفاتيح وادي الرخصه وده اللي طلع من يوميه العربيه، وقام مديني 30 جنيه. قلت له ايه ده يا عم محمود في ايه؟ قال لي اقسم لك بالله ما في بني ادم عمر معايا مشوار واحد. قلت له لا فهمني ازاي يعني. اخدته ورحنا قعدنا على القهوه وقلت له في ايه احكي لي فهمني بس. راح ردد عليا وقايل لي انا مش فاهم حاجه يا بيه، انا خدت العربيه واتكلت على الله الصبح، ربنا كرمني باول زبون استفتحني وركب معايا. ما فاتش 5 دقايق ولقيت الراجل اللي قاعد جنبي بيقول لي ما ترد يا اسطى على الراجل. قلت له الراجل مين يا باشا؟ وانا بقول له قمت باصص في المرايه قدامي لقيت حد قاعد، والله واحد قاعد، ركب امتى ده ولا ظهر منين بسم الله الرحمن الرحيم معرفش.
الراجل اللي جنبي قال لي نزلني على جنب يا اسطى ونزل قلق. نزل من هنا وببص ورا ما لقيتش الراجل، اتبرجلت ما بقيتش عارف اعمل ايه. ما هو انا لو بخرف يبقى اكيد الراجل اللي جنبي كمان كان بيخرف. وعلى مدار اليوم نفس اللي حصل ده يتكرر بس بصيغه تانية. يعني بقيت انا اشوفه قاعد ورا، ابص في المرايه الاقيه، اسمع صوته بيقول لي نزلني وانا عارف اني مش مركب حد. ما بقيتش عارف اشتغل. قضيت الورديه كلها لف، عمال احرق في بنزين على الفاضي. قلت له لا حول ولا قوه الا بالله، مش عارف اقول لك ايه يا عم محمود. قال لي قول لي الصراحه، الرئيس بدر لما استلم امبارح ما حكالكش حاجه؟ سكت شويه كده خيري، قلت له الرئيس بدر ما حكاش ولا اتكلم اصلا، الراجل جه ساب المفاتيح ومشي. بص لي وقال لي يبقى هو كمان شاف. يا استاذ التاكس ده في حاجه، بعد اذنك. وقام الراجل مشي وسابني، وانا طلعت قلت ابص على التاكسي يعني اشوفه اللي قاله ده كمان انا هشوفه ولا لا. ركبت وطلعت بيه، مشيت شويه على البحر ما شفتش حاجه. كنت كل شويه ابص على المرايه وابص على الكنبه اللي ورا، ما شوفش حاجه. بس للامانه واللي ما اقدرش انساه هي النغزه اللي كانت في الكرسي من ورا ظهر الكرسي كده، تحس ان في حد قاعد في الكنبه اللي ورا بينغزك. ابص ما الاقيش حاجه، شويه والاقي كان ركبه حد بتضغط على الكرسي من ورا. رجعت البيت حكيت لابويا وحكيت له برضه اللي حكاهولي صاحبي بتاع الجراج، فقال لي بقولك ايه، سيبك من الكلام ده، انت مش اشتغلت، سيب لي انا بقى التاكسي ده انا هشغله بمعرفتي. قلت له خلاص يا حاج انت حر، بس اديني قلتلك. وعدت ايام اجازتي وانا شايف ابويا بيحاول يشغل حد على التاكسي وبيحصل معاه نفس الحاجه، يا اما حد يجي ويسيب الرخصه والمفاتيح وما يتكلمش، يا اما يجي ويحكي نفس اللي انا سمعته. لحد ما انا سافرت وسمعت ان ابويا زهق فباع التاكسي وريح دماغه ودماغي. القصة اللي بعد كده بتقول: سلام عليكم يا استاذ محمد خيري، ببعت لك دلوقتي قصة انا شاهدت احداث منها وجزء تاني اتحكى لي، بس اللي شاهدته منها بيأكد صحة اللي اتحكى زمان. الموضوع بدأ من زمان جدا على حسب اللي اتحكى لي. احنا بلد ارياف، المنطقة عندنا عبارة عن تجمعات سكنية متباعدة كده عن بعضها، كل تجمع اسمه بلد، بين كل بلد وبلد مساحة كبيرة جدا من الأراضي الزراعية. بالنسبة للبلد اللي أنا عايش فيها فكانت مش كبيرة قوي، وكل يوم الصبح الناس بتروح أرضها تشوف شغلها وهكذا. كان في راجل غني قوي عندنا ومعروف إنه مالك جزء كبير جدا من الأراضي. الراجل ده كان عنده حتة أرض كده معروفة لوحدها إنها أرض مش كويسة، يعني مثلا كانوا الناس بيحكوا إنهم بيشوفوا فيها أرانب بيضة على طول، أرانب بيضة كتير جدا ومنتشرة. بيقولوا كمان إنه زمان واحدة وبنتها كانوا مأجرين الأرض دي وبيشتغلوا فيها، بيخدموا فيها يعني. الست دي في يوم وهي هناك لقت الأرض مليانة الأرانب دي، ندهت على بنتها ومسكت الأرانب وكانوا كتير جدا، مسكت منهم اللي قدرت عليه. وروحوا البيت لقوا اللي مسكوه ده قوالب طوب أحمر من بتاع البنا ده. بعدها بفترة مش طويلة الست دي تعبت بدون مقدمات، محدش عرف عندها ايه ولا دواها ايه وماتت. الارض دي فضلت على كده حالها واقف سنين، محدش بيشتريها ولا بيأجرها، لحد ما عدى من وسطها طريق اسفلت يعني، وبقى وصفها كالاتي: جزء صغير من حتة الارض دي قدامها الطريق الاسفلتي ده، ومن الناحية التانية على الطريق في ترعة صغيرة خالص كده كانت موجودة اصلا قبل ما الطريق يتعمل، وفي على جوانب الترعة دي من الناحيتين شجر كتير. فضلت الأرض دي على حالها كده لحد ما بعد سنين الراجل صاحب الأرض دي مات. ابنه قرر يتبرع بيها كصدقة على روح والده لما الدولة كانت عاوزة تبني مدرسة للصم في المنطقة، مدرسة كانت هتلم كل الصم اللي في المنطقة دي والمناطق المجاورة. والمدرسة فعلا اتبنت والدنيا مشيت، وعلشان المدارس دي أول ما بتتبني بيبقوا محتاجين عمالة، فأنا كأمين معمل اتخذت من مدرسة عادية وتعينت في المدرسة دي بعد ما قدمت طلب واتقبل. المدارس دي برضه بتبقى مرتباتها أعلى وحوافزها ومكافآتها أحسن، اتقبلت فعلا وتعينت. بعد فترة مش هينة من تعييني وأنا قدام باب المعمل الصبح، لقيت في صوت جاي من قدام مكتب المدير، مكتب المدير في الطرقة اللي قدام الطرقة اللي فيها المعمل.
مشيت الطرقة دي علشان ألاقي الدادة اللي بتاخد بيات الفترة المسائية في المدرسة بتتناقش مع وكيل الكلية. المدرسة داخلي وفيها دادات بيكونوا بالنهار وتانيين بيكونوا فيها بالليل، وكان الحوار بينهم كالآتي. الوكيل كان بيقول لها: طب معلش يا ست أم عصام، النهاردة بس على ما نشوف دادة تانية للفترة المسائية. وهي ترد عليه وتقول له: اعفيني يا أستاذ بكر، أنا مقدرش أقضي ولا ليلة كمان. هو مصر على طلبه وهي مصر على الرفض. اتدخلت علشان أحل المشكلة، فأستاذ بكر تكفل وقال لي: أم عصام عندنا هنا من أسبوع بس ماسكة الفترة المسائية، فترة المبيت يعني، عاوزة تمشي النهاردة ومش راضية تستنى أما نجيب دادة مكانها، وانت عارف ما ينفعش يبات هناك راجل، لازم ست. لفيت وشي وسألتها: في ايه يا أم عصام؟ قالت لي: مفيش يا أستاذ، أنا عاوز أمشي وخلاص. بعد محاولات كتير جدا قلت لها: طب تباتي هنا النهاردة ويبات معاكي واحد من الأساتذة وواحدة من الدادات بتوع الفترة الصباحية، على ما نلاقي بس بكرة واحدة تانية أو نبعت للمديرية طلب بأننا عاوزين دادة. الست وافقت على مضض. كلمت مراتي عرفتها أني واخد فترة مسائية في المدرسة. أم عصام جات وأقنعنا الدادة بتاعت الفترة الصباحية تقضي الليلة دي كمان في المدرسة معانا. وقبل الليل ما يليل كان المفروض الدادات تلف على مبنى المبيت علشان تشوف تجهيزاته وكده. الست أم عصام دي ما كانتش بتتحرك من غيري. فضلنا على كده لحد الساعة 11 بالليل. كنا بنلف على الأوض علشان نشوف العيال، أنا وأم عصام في ناحية والدادة التانية في ناحية تانية. لقينا الدادة التانية جاية من غير كلام ودخل على الأوضة اللي كنا لسه هندخلها وقفلت الباب وراها. لسه هفتح الباب لقيت أم عصام مسكت إيدي وقالت لي: يلا نتحرك من هنا. يدوب بنفتح باب أوضة تانية لقينا الدادة التانية جاية من الطرقة اللي قصادنا. بصيت لأم عصام لقيتها ساكتة، إزاي جاية من الطرقة وهي لسه داخلة الأوضة قدامنا؟ أول ما وصلت عندنا لقيتها بتقول لأم عصام: أنا سامعة صوت عياط عيل جاي من على السطوح، وإيه اللي هيطلع عيل في وقت زي ده هناك؟ الدادة أم عصام سكتت وقالت لي أتجاهل أي صوت عياط أسمعه، والليلة دي كلها كانت مريبة، كنت بشوف أطفال بنفسي في الطرقة، بسمع هبد على الجدران وغيره. كل ده كان عادي لحد ما كنا في أوضة من الأوض ورحت أشد ستارة على الشباك، لقيت بره في شجرة من الشجر اللي على الترعة عمود الإنارة اللي على الطريق متدور ناحية الشجرة دي، وقاعد على الشجرة دي من فوق واحدة لابسة أبيض وبتضحك لي. معرفش ازاي عديت الليلة دي، والصبح أول ما النهار طلع قعدت مع أم عصام قدامي وخلتها تقولي كل اللي شافته. قالت لي إنها بتشوف خيالات أطفال وبتسمع أصوات هبد وعياط وغيره، بتسمع أصوات طالعة من أوض الأطفال الصم اللي هم أصلا ما بيتكلموش، أصوات واضحة وبتشوف لعب في أماكن متفرقة وغريبة. عرفت منها ومن كلامها إن المكان ده مش مظبوط، مش كويس من ساعة ما كانت الأرض فاضية. أم عصام سابت الشغل وكام واحدة وواحدة بعدها، وأنا بطلت أطلع مبنى المبيت ده تاني إلا في الحالات الطارئة جدا. كنت بس عايز أقولك إن الأماكن الفاضية والمفتوحة الغير مأهولة بتكون غالبا مش سليمة 100%، علشان كده دي نصيحة مني: لو نويتوا البنا في أرض جديدة مثلا اتحصنوا دايما، خلي بالكم هما زينا بيسكنوا أماكن مختلفة، فياريت نراعي كل ده. القصة اللي بعد كده بتقول: محمد ازيك، ان شاء الله تكون بخير. قصتي حساسة شوية لانها تمس شغلي، وانت عارف الشغل اسرار، وخصوصا لو ليه علاقة باسرار مرضى. مبدئيا كده انا اخصائي التخاطب، محظور علينا اننا نصور المرضى اللي معظمهم اطفال، نتصور معاهم مثلا او ننزل الصور بدون علم ولي الامر وموافقته. الشغل مش سر يعني، بس سريته تكمن في ان ولي الامر ما بيحبش يتعامل مع طفله على انه مريض او حد يشاور عليه في يوم بسبب صورة او حكي عنه وهكذا. انا بتعامل مع اطفال كتير جدا، توحد وفرط الحركة وعيوب نطق وغيره، وعمري ما شفت حاجة غريبة لحد ما جه المركز هنسميه سين، طفل صعوبات تعلم. واللي مش عارف يعني ايه صعوبات تعلم، فهو طفل بيكون عادي جدا بس عنده بعض الصعوبات في القراية والكتابة والحساب وهكذا، كمان كان عنده مؤشرات لتشتت انتباه. والدته جابته كانت شكواها ان ابنها متأخر عن زمايله في الفصل،
وبدأنا معاه جلسات. كان على حسب كلام الأخصائيين اللي اشتغلوا معاه إنه مش لطيف في التعامل وذكي بس في نواحي غريبة، يعني مثلا بيقطع صفحات التطبيق المطلوبة منه من كراسته، بيشتم كتير وسلوكه غير منضبط، وده كان عادي خالص يعني كم جلسة تعديل سلوكه هيبقى تمام. بس بعد شهرين لقيت إن كل ما أخصائي يدخله ينسحب ويعتذر عن الحالة. وقتها مدير المركز كلفني بيه، سألت الأخصائيين ليه اعتذروا عنه ومحدش اداني عقاد نافع، فاضطريت استكشف بنفسي. طفل هو مش طويل ولا قصير، طوله مناسب لطفل في سنه وطريقته عادية. اشتغل معايا بشكل كويس إلى حد ما، وفضلنا على الحال ده لحد ما بدأت ألاحظ عليه سلوكيات مش طبيعية. بيركز في الفراغ كتير، بيبتسم وهو مركز على الحيطة بدون سبب، بيقول كلام أكبر من سنه، مش زي الأطفال لأ. يعني مثلا زارتنا متدربة جميلة في الشكل ودخلت تحضر معاه الجلسة، فضل مركز في ملامحها بتمعن شديد وابتسامته بتوسع، مركز تركيز لا يمكن يخرج من طفل. وحتى قالها بمنتهى الهدوء، تعرفي إنك جميلة جدا. كل ده عدى عادي جدا، لحد ما في يوم صادفت إني غيرت ميعاد جلسته، وفي نص الجلسة الأذان أذن، أذان العصر. كان ساعتها بيردد ورايا حروف، فلقيته سكت. هديت أنا كمان وبدأت أقول له ردد الأذان ورايا، قال لي بمنتهى الصرامة لأ. ألحيت عليه، بدأ يزعق، حط إيده على ودانه وعينيه قلبت أبيض، وأنا بصراحة خفت جدا. هديت الأذان خلص وهو بدأ يهدى ويرجع لحالته الطبيعية تاني. الجلسة خلصت من هنا، واتجهت ناحية مكتب المدير وطلبت إني أشوف الأخصائيين اللي اشتغلوا معاه قبلي. ولما اجتمعنا ضغطت عليهم يعرفوني الحالة دي اللي خلاهم يسيبوها، وكانت أول مرة نتواجه كلنا والمدير يكون موجود، وكل واحد بدأ يحكي مواقفه الغريبة مع الولد ده. موقف الأذان كله اتفق عليه، ابتسامته ونظراته الطويلة في الهواء، وكمان حد قال لي إنه كان بيعمل قطوع متساوية جدا في الكراسة مستحيل حد يعملها قد بعضها بالشكل ده، أوقات بيصدر منه أصوات وحاجات تخوف أي حد، وكان الحل إننا نواجه والدته ونكلمها. وهم كلفوني بالمهمة دي، رحت فعلا وطلبت منها تتواجد قبل ميعاد الجلسة، وقد كان جت قبل ميعادها. قعدت معاها على انفراد وبدأت أسألها إذا كانت بتلاحظ أي شيء غريب على ابنها، فتوترت. وبعدين بدأت أنا أقول لها اللي شفته، وبعد ما حكيت طلبت منها توديه لشيخ. سكتت وبعدين بدأت تحكي وتقول لي إن ابنها ده الولد الوحيد، وإنه لما دخل المدرسة وظهر تأخر دراسي اتقال لها من كذا واحدة في المنطقة توديه لشيخ، وإنه أكيد معمول له عمل، وهي ودته فعلا، والولد من بعدها وهو بدأ يظهر عليه التصرفات الغريبة دي، مش عارفة تساعده ومش عارفة تتخلص من اللي فيه، وندمانة إنها عملت كده. بعد الرجوع لمجلس الإدارة احنا مشينا الولد ده من المركز، مش هنعرف ومش تخصصنا اننا نتعامل مع حالات بالشكل ده. ارجوكم يا جماعة مش اي حد يقول لكم انه شيخ تروحوله، مش اي مشكلة في حياتك تنسبها للسحر والاعمال، السكة دي اخرتها مش حلوة ومش هتعجب حد. اللهم بلغت. القصة اللي جاية اعدها صديقي محمد سيد علي، وهي نزلت على صفحته من كام يوم وقررنا نشارككم بيها. القصة بتقول: بيقولوا ان بعض الاطفال ممكن يشوفوا حاجات احنا ما نقدرش نشوفها، او يتصرفوا تصرفات تبدو بالنسبة لينا غريبة، ويمكن ده اللي حصل لأندي وزوجته إليسا لما اتنقلوا البيت جديد برفقة طفلتهم هايدي اللي كان عمرها 4 سنين. بيت جديد بإحدى الغابات في جورجيا. أكتر حاجة حمستهم إنهم يشتروا البيت إنه ما كانش فيه أي بيوت قريبة منهم، والجو كويس والأشجار مطلة والهواء نقي. الأب والأم حسوا إن الطفلة حبت المكان جدا، وإنها في الحديقة مع ألعابها بالساعات، وطبعا بتقعد لوحدها لأن مفيش بيوت قريبة وكذلك مفيش أطفال. الطفلة كانت قاعدة في أحد الأيام وجالها راجل كبير في السن وقال لها: أنا اسمي جيمس جوردي، ممكن ألعب معاكي؟ الطفلة كانت ملتزمة جدا بتعليمات أبوها وأمها، وعلشان كده ردت وقالت: هستأذن ماما علشان هي مش بتحب حد غريب يلعب معايا. الطفلة دخلت بسرعة البيت وجريت عند والدتها علشان تحكي لها. والدتها استغربت كلامها جدا وطلبت من جوزها أندي إنه لازم يخرج حالا يشوف مين الراجل ده ويكون معاه سلاح.
خرج أندي بسلاحه وما لقاش أي حد بره. دخل البيت تاني وهو بيوجه الكلام للطفلة وبيقول لها ما تكلميش أي حد غريب بره، وانتي شاطرة جدا إن جيتي استأذنتي الأول. وبعدها وجه كلام لإليسا باستغراب وقال لها إنه ما لقاش أي حد بره. بس الوضع اتكرر، كل يوم تخرج الطفلة وتقول إن العم جيمس جوردي جه علشان يلعب معاها، والأم تخرج بسرعة ما تلاقيش أي حد. مع الوقت بدأت الأم تشك في تصرفات بنتها، خصوصا إنها بتقول إن الراجل كبير في السن، يعني مستحيل يقدر يتجاوز الحديقة بالسرعة دي. وعلشان كده بدأت تراقب بنتها، وبقت تلاحظ إنها بتتكلم كتير مع شخص وبتناديه مستر جوردي. الأم هنا فهمت إن هايدي صنعت صديق خيالي من كتر وحدتها. الطفلة بقت كل يوم تقول لأمها عن قصص الراجل ده وتمدح فيه، وهي بتقول لها مستر جوردي شخص طيب جدا وبيحبني جدا، وهو اللي بيزقني وأنا بركب المرجحة. الأمر اتطور، والأم لاحظت إن البنت بقت تكلم جوردي مش بس في الجنينة، لا ده كمان في أوضتها. ولما بتدخل الأم ما بتلاقيش أي حد. وفي ليلة باب البيت خبط، جريت هايدي علشان تفتح. إليسا كانت في المطبخ لما سمعت صوت صرختها اتفزعت جدا، وجريت عليها علشان تلاقي الطفلة بتقول لها أنا شفت ولد صغير إيديه مقطوعة كان واقف عند الباب لما فتحت. الأم اتصلت بأندي جوزها علشان يبلغوا الشرطة، اللي بدورهم عملوا دورية في المنطقة كلها وما لقوش أي حد. ضابط الشرطة اللي عمل الدورية اتكلم معاهم وقال احنا بعد التفتيش ما لقيناش اي حد، ممكن تكون الطفلة بتتوهم. بعدها بليلة الطفل ده جه تاني لهايدي وهي بتلعب وقال لها انا اسمي كون، انتي اسمك ايه؟ الطفلة جريت علشان تقول لامها، بس امها بتراقبها من الشباك، فكل اللي قالته ليها ما صدقتهوش وزعقت فيها وقالت لها انتي اكيد كنتي بتهزري، وده تصرف غلط وهيسبب مشاكل لاني مش شايفة انك واقفة مع حد. بس هنا الطفلة أخدت تصرف تاني خالص، صرخت في أمها وحلفت إنه موجود، وقالت لها لو مش مصدقاني اسألي مستر جوردي اللي واقف وراكي. الأم ابتسمت وعرفت إن بنتها اتعلقت جدا بالأشخاص الوهمية دي، فحاولت تقرب منها وتقول لها طيب اوصفيلي مستر جوردي ده. هايدي كانت بتوصفه وصف دقيق جدا، شعر رمادي مع بدلة سودة وكرافتة. الأم سابتها ومحاولتش تزود معاها أكتر من كده، بس هايدي دخلت المطبخ وجابت عصير وأكل وقالت الحاجات دي لمستر جوردي. وطبعا الأكل كان بيرجع تاني لأن مستر جوردي مش موجود أصلا. بس الوضع ده اختلف في ليلة أما ست عجوزة اسمها كايلي جات البيت، وكانت كايلي هي أصلا اللي باعت البيت لأندي لأنها كانت بتمتلكه، وجات علشان إليسا توقع على بعض الأوراق بخصوص ملكية البيت. من هنا إليسا شافت حاجة غريبة جدا في الورق، كان في إحدى الأوراق توقيع غريب، كان باسم جيمس جوردي. فتوترت وهي ماسكة الورقة وهي بتشاور عليها وبتقول لها مين ده؟ فكايلي ضحكت وقالت لها ده مستر جوردي صاحب البيت القديم، وهو اللي باعه ليا، كان بيمتلك شركة عقارات. إليسا اتصدمت جدا وقالت لها ممكن توصفي لي شكل مستر جوردي؟ كايلي بصت لها وقالت لها واوصفه ليه، انا معايا صورته. لما إليسا مسكت الصورة لقت نفس وصف بنتها، فاستغربت وقالت لها طب هو لما بيجي بيمشي ليه، انا بنتي كل ده فاكراها بتتكلم مع صديق وهمي، انا عايزة اتعرف عليه. كايلي بصت لها باستغراب وهي بتقول مستحيل، مستر جوردي متوفي من 1973. كانت صدمة بالنسبة لإليسا، وعلشان كده قررت تعرف مكان قبره اللي ما كانش بعيد عنهم، تقريبا حوالي 10 كيلو. وفعلا راحوا هي وبنتها هايدي وجوزها أندي، بس كانت المفاجأة إن بنتهم اللي عندها 4 سنين وقفت عند قبر مستر جوردي وكأنها كانت بتحضن حد، وبتضحك لوالدتها وبتقول هو ده مستر جوردي. البنت 4 سنين ما بتعرفش تقرا، هل بتشوف شخص ميت؟ الموضوع بقى مخيف. العائله رجعت البيت وقررت انها تمشي لان الوضع بقى غريب. الام بدات تفتكر حاجه تانية، الشاب كون صاحب الايد المقطوعه،
وطلبت من أندي معرفة الشخص ده. الأب بدأ بحث وعرف إن في شاب صغير فقد إيده وهو في مصنع القطن، وكان ساكن قريب جدا من بيتهم، بس برضه مات سنة 1957. الموضوع بقى مرعب بالنسبة ليهم. بنتهم بتشوف الأموات، لأ وكمان بتكلمهم. الأب خرج من إيده صور لمجموعة من الشباب اللي ماتوا في حادثة المصنع، وبسهولة جدا هايدي طلعت من وسط الصور صورة كون. البيت بقى مشحون ومتوتر، وعلشان كده قرر أندي إنه يجيب كلب يمكن يخفف الأجواء وبنته تلعب معاه. بس بعد ما الكلب جه بيوم واحد فضل ينبح في نص الليل وهو بيبص على الفراغ. أندي نزل يراقبه والكلب مش مبطل نباح، فتح له الباب والكلب جري وما جاش البيت من يومها تاني. مرت الأيام وهايدي بقت تشوف أشخاص أكتر بكتير، لحد ما إليسا حملت في طفلها التاني، ومع الوقت الأحداث دي بقت أشد. أندي وإليسا بقوا يشوفوا خيالات في البيت وبيسمعوا أصوات غريبة، ناس بتضحك وبتبكي. وفي ليلة هايدي قامت من على سريرها ووشها كان فيه 3 خدوش. الأم ما اهتمتش وكانت بتقص ضوافر الطفلة، بس لما أندي دخل عليهم وشاف طفلته بالحالة دي جري عليها وهو مستغرب وبص لإليسا وكشف بطنه وقال لها دي نفس الخدوش اللي أنا صحيت عليها النهاردة. ولمدة 5 أيام بيصحوا هو وبنته يلاقوا خدوش في جسمهم. الأجانب مش بتآمن بالجن، بس بيأمنوا بالأرواح، والأرواح يا إما شريرة يا إما طيبة، وعلشان كده جابوا مستحضر روحاني كان اسمه ويليام رون، قعد معاهم وسمع قصصهم. وهايدي قالت له لما بقعد لوحدي بشوف خيالات ولما بيجوا بحس بالبرد. ويليام خرج جهاز بيستكشف بيه إنه لو الجهاز حرارته بقت عالية يبقى البيت ده فيه حاجة. في الليل الجهاز بقت حرارته عالية بشكل مبالغ فيه، وهايدي ساعتها قالت إنها شايفة الخيالات. وهنا ويليام قال إن البيت فيه أرواح بعضها مسالم زي جوردي وبعضها مؤذي، وقال لهم حاجة غريبة، مفيش أي حل للأسف لخروجهم، وكمان خروجهم من البيت مفيهوش حل ليكم، لأن الأرواح دي هتفضل ملازماكم. بعد 4 شهور إليسا أنجبت طفلتها التانية جوردن، وبقى الموضوع صعب. لما بقت عندها 2 سنين بقت تضحك لوحدها وتلعب مع أشخاص مش موجودين، ونفس اللي كانت بتعمله هايدي بقت بتعمله جوردن. أما هايدي كبرت شوية وما بقتش تشوف أي حد غير الخيالات. البيت اتشهر جدا في الإعلام، ومن ضمن الناس اللي زارت البيت عالمة الفيزياء اسمها إيمي، مش مهم اسم أبوها علشان طويل جدا بصراحة، بس هي كانت بتقول لما قعدت في البيت شفت 3 أشخاص كانت ملامحهم مش واضحة وكان في منهم طفلة، وردود أفعال الـ3 أشخاص دول كانت سلبية ومش مريحة. وأضافت وهي بتقول غابات جورجيا مات فيها أكتر من 2000 شخص، والأرواح اللي فيها يا إما قتلة أو ضحايا. وفي النهاية نصحتهم إنهم ما يستسلموش ويبقوا أقوياء، لأن الأرواح دي بتتغذى على خوفهم. وفي النهاية استمر الوضع، والبيت كان اسمه بيت وايريك. الأب والأم ماتوا، أما هايدي اتجوزت وبتقول إنها لسه بتعاني. البيت اتشهر جدا لدرجة انهم انتجوا فيلم ليه سنة 2013 بيحكي القصة كلها، حسب لكم اسم الفيلم تحت في الوصف. بهنا نكون انتهت الحلقة، اتمنى تكون عجبتكم. زي ما قلنا المرة اللي فاتت اللايك مهم جدا جدا لانه بيوصل المحتوى لاكتر من الناس اللي موجودة. لو القصة عجبتك اعمل لايك وشير، ولو انت مش مشترك في القناة وحابب تشترك علشان يجيلك كل جديد اعمل اشتراك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل حاجة أول بأول. وبس كده، تصبحوا على خير.